صراحة هالجولة الطويلة اللي سويناها في منطقة جازان بدأت أشعر بالجوع بصراحة، وأنتم مثل ما أنتم عارفين كل منطقة نزورها لازم نتعرف على الأكلة الشعبية اللي موجودة عندهم. اليوم أهل القرية التراثية وعدينا بأكلة مشهورة جدا اسمها المغش. وش قصة المغش؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبقنا اليوم من الأطباق التقليدية في منطقة جازان، وهو عبارة عن الأكلة المغش أو طبق المعغش، هو من الأكلات التراثية الموجودة في المنطقة. مكونات الطبخة، المكونات التقليدية المعروفة من الماضي، البندورة، البامية، والبصل، واللحمة الحمراء، وتضاف عليها البهارات. وبعد كذا بعد ما تنضاف كل الخلطة مع بعض تنحط في المغش. المغش هو عبارة عن إناء فخار أو إناء من الحجر. الأفضل للطبخة هذه في الفخار، يعطيها النكهة أفضل من إناء الحجر. اتخذت الطبخة اسمها من اسم الإناء المستخدم للطبخ. مكوناتها نبدأ، أول شيء نحط البصل، نحط قطع اللحمة، بعد كذا نحط عليها الخضار، البامية. الحين تطور الموضوع، صار ينضاف عليها البطاطا، تنضاف عليها الكوسة، بس المقادير التقليدية هي البامية والطماطم. هذه تعتبر أكلة رئيسية أو طبق رئيسي من الأطباق الرئيسية الموجودة في المنطقة. مستحيل بيت جيزاني يخلى من الأكلة هذه، وبالذات في المناسبات وفي شهر رمضان. الطبق الرئيسي على سفرة رمضان أو على سفرة الإفطار لابد أن يكون طبق المغش موجود. بعد كذا نضيف عليها البهارات والملح، ونضاف عليه آخر شيء الماء. تتاكل مع الخبز. هذا الخبز اسمه خبز الخمير أو قرصان الخمير، مصنوع من الذرة الرفيعة من محصول المنطقة. الحين ساعدنا الخالة إن احنا نحطه جوات التنور. الحين تقفل فتحة الفراغات اللي جاية على غطى التنور حتى نحاول ان احنا نحكم الحرارة جوات التنور عشان ينضج الطبق جوات التنور، ما يكون يطلع وباقي ما نضج صح. الحين بعد مرور ساعة ونص ان شاء الله راح نشوف وش صار على الطبخة جوات التنور. تتفضل الخالة تطلع لنا المغش من داخل التنور. الحين خلاص طبقنا صار جاهز، تفضلوا عليه بصحتين وعافية، ونقدمنا لكم طبق يحكي موروث منطقتنا منطقة جيزان، وهو طبق المغش مع الخمير. صحتين وعافية.